حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نصف ساعة سياسة، والذي نطل عليكم به من شاشة قناة يمن شباب خلال الشهر الفضيل. في حلقة هذا اليوم سنتحدث بمحاور عديدة، وسنبدأ بقضية مهمة ألا وهي التطورات العسكرية في الضالع تحديدا. طبعا مشاهدينا الكرام، استمرت الاشتباكات العنيفة في مديرية قعطبة بين قوات الحكومة وميليشيات الحوثيين، وسقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، ويحاول الحوثيون اقتحام قعطبة بعد تقدمهم في دمت والحشا والعود خلال الفترة الماضية. تفاصيل عديدة سنتناولها في هذا المحور، وسنناقشها مع اللواء الركن علي مقبل صالح، وهو محافظ محافظة الضالع. سيد علي، أهلا ومرحبا بك في نصف ساعة سياسة. مرحبا، شكرا قناة شباب. أهلا وسهلا بك. يعني ما هي آخر التطورات العسكرية التي تشهدها مدينة قعطبة حتى هذه اللحظة؟ لا طبعا، الحوثي بيحاول دائما باستمرار أنه يصل إلى قضية قرية أو مدينة قعطبة بهدف أنه يقطع الخط مع مريش، ولهذا هو الآن بيحاول بهذا الاتجاه وبيكرر، لأنه الآن هذه المناطق اللي دخلها واللي تعاونوا مع اهاليها اليوم قد وصل، انا عندي معلومات اليوم قد وصل يقول يا مليون يا واحد مجاهد من الاسره، وقد اخذ بعضهم وبدا يزق بهم بالمعركه اللي الان تدور في اتجاه حاجر، وكذلك ايضا في اتجاه الفاخر وفي اتجاه ايضا قعطبه. نعم. الحوثي لا يهم الخسائر البشريه ايا كانت، سواء كانت لان هؤلاء الناس ياخذوهم بالقوه، وكذلك ايضا ياخذوا الاطفال الذي لا يفقهوا المعارك، وبالاخير يزقوهم، لن يشعروا انه لهم ذوي اسر وان لهم اهل يفقدوهم، وكذلك ايضا هدف المعركه. فهدف الحوثي بالمعركه هدف تسلطي، هدف يعني زي ما تقول حق سماوي، يعتبر انه هو النظام حقه، وبالاخير لا يهمه كم يدفع، ولا يهمه ان يجوع الناس، ولا يهمه انه يكون يعني مثلا لها اثارها المدمره. نعم، اسمح لي يعني سيد علي ساقف عند الخسائر البشريه التي تحدثت عنها، يعني الخسائر البشريه عند الجيش وايضا عند الحوثيين، هل هناك اي احصائيات تذكر حتى هذه اللحظه؟ الخسائر بالنسبه للجيش ليست بكثيره مقارنه بما يخسروا، طبعا احنا لا نريد نخسر بشر ولا بندعي للمعركه، لكن نعم، ان تفرض المعركه علينا يجب ان نواجهها، وبالاخير ما هو عندنا احنا عدد الخسائر ليست بكثيره، حوالي الى امس 32 حوالي شهيد، وكذلك ايضا عدد من الجرحى، اما عندهم القتلى غدوا الان يمكن فوق ال 900، وكذلك ايضا الاسرى في فوق الان 600 واكثر، وكذلك ايضا فيما يتعلق بخساره تعب المواطنين وتدمير بيوت ومعاناه معينه، فهنا مفارقه او معادله كبيره، ولكن نحن نقول يجب، وقيادات كثيره من الحوثي وقعت في الاسر وبعضها قتلت، لان ايضا هؤلاء يعطوهم مفاتيح الجنه، حصلنا مع بعضهم مفاتيح بعضها يسموها للجنه وبعضها ضد الطائرات، يعني اشياء وهميه تدخل في نفوس الشباب هؤلاء وبالاخير زقهم. نعم، اسمح لي سيد علي، لكن في ظل هذه الاشتباكات التي اندلعت يعني بين الحزام والحمايه، كيف يمكن ان تصمد تحديدا جبهه قعطبه في ظل هذا الضغط تحديدا؟ هذا حادث عارض حصل ويحصل في كثير من الاماكن، يحصل بعض الاحيان بين البيوت الكبيره، ولو تذكرتم الجيش الامريكي عندما هجم يعني على العراق ايام صدام وكانوا يسموها قوات صديقه، يحصل تقريبا خطا، ولكن الناس في بعض الاحيان مع سوء التعامل وهذا كانت له ردود افعال، وليست ليس بما يصوره الاعلام او ما يصوره الاخرين، فالجبهه طبعا صامده، وكذلك ايضا ما زالت قويه جدا، والناس ايضا مكتفين، لانه اليوم القتال اختلف، القتال الدفاع عن الارض والعرض، وكذلك ايضا عن يعني حياه الناس وممتلكاتهم، وسنقول لكم ان الجبهه مضمونه صامده وستنجح باذن الله بتعاون الجميع، اليوم القتال اختلف عن بقيه الاوقات، الناس الان يقاتلوا، حتى المواطنين يقاتلوا الى جانب الجيش، حتى الاسر تعمل الكعكه وتعمل الخبز وتعمل هذا برغم القصف برغم ما هو موجود، انا ذكرنا بحرب 94، اليوم القتال مختلف، القتال على الارض،
أبناء الأرض غدافعوا عن أرضهم حقوقهم ممتلكاتهم. نعم، يعني اسمح لي سيد علي، سأنتقل أيضا معنا في هذه الحلقة وعلى هذا المحور أيضا المقدم نصر الرازقي. سيد نصر، أهلا ومرحبا بك في نصف ساعة سياسة. نتحدث عن التطورات العسكرية في الضالع في هذا الشهر الفضيل، وأيضا في انشغال العوائل بشهر رمضان المبارك. يعني بالتأكيد كيف تصف هو الوضع الآن في الضالع في ظل هذه التطورات العسكرية؟ تفضل. أولا أهلا وسهلا بكم وشهر مبارك عليكم وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. في ربوع الوطن اليمني ونقول لهم كل عام وهم بخير، وإن شاء الله شهر رمضان هو شهر النصر. الميليشيا حقيقة في هذا الشهر ومن بدايته تنتحر على أسوار قعطبة وحجر ومرعيس، تحاول بشتى السبل أن تخترق هنا أو هناك، لكنها والحمد لله تتلقى خسائر كبيرة في العتاد وفي الأرواح. الإحصائية الأولية أنه من بداية رمضان إلى اليوم خسرت أكثر من 250 قتيل وجريح. الميليشيا اليوم حاولت أن تخترق مدينة قعطبة، لكن في ظل أن الرجال الأبطال من أبطال الجيش الوطني والحزام الأمني تصدوا لها واستطاعوا أن يكبدوها خسائر فادحة. نعم، يعني اسمح لي، هل تواصلت التعزيزات العسكرية من الحزام أو المنطقة الرابعة أو من رئاسة الأركان لقعطبة تحديدا؟ قعطبة فيها من الجيش ومن الحزام. نعم. العدد الكافي، وهدف الميليشيا الوصول إلى قعطبة من أجل أن تحاصر مريس وتحاصر الجيش الوطني في مريس، لكن نثق أن الجيش الوطني وقوات العمالقة والحزام الأمني الموجودة في قعطبة ستفك هذا الحصار. نعم، اسمح لي يعني مقدم نصر، سأعود للسيد علي اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع. يعني قبل أن أختم معك، اسمح لي سيد علي، كيف هي الروح المعنوية للجيش في ظل هذه الاشتباكات وفي ظل هذه التطورات العسكرية التي تشهدها قعطبة ونحن في هذا الشهر الفضيل والضغوطات التي يعيشها المواطنون؟ أنا أؤكد لكم اليوم قبل من أكثر من أي وقت مضى، اليوم القوة كبيرة جدا والناس يقاتلوا بالمعنوية عالية. كانت في الفترة أنا كنت أنظر من لواء 33 مع بقية الأخوان الذي كانوا يقاتلوا في الجبهة من الحزام الأمني، من اللواء الرابع، من اللواء 83، من اللواء 82، من اللواء الأول مقاومة، من كل الوحدات اللي كانت تفتقر إلى الإمكانيات. لكن اليوم صاحب، يعني أنا أقول بقوة وبجدارة، لن يخترقوا قعطبة ولن يخترقوا هذا، سيدمرون على هذه أسوار المدينة هذا وكذلك على وديانها وسهولها وجبالها. اليوم عندنا القوة الكافية ومعنا من الأسلحة ما يكفي، وأنا قلت في بداية المعركة على الحوثي أن يترك هذه الجبهة وأن يعيد قوته من حيث أتابها إذا يريد السلام لقوته، أما نحن فنحن سندافع وستكون مقبرة والأيام بيننا. نعم، اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع، شكرا لتواجدك معنا في هذا المحور تحديدا. وسأعود إلى المقدم نصر الرازقي. يعني سيد نصر، وأنت تعلم أن الحوثيون يحاولون اقتحام قعطبة بعد تقدمهم في دمت والحشا وأيضا العود خلال الفترة الماضية، في ظل هذه الاشتباكات وفي ظل هذا الحصار الذي يطبقه الحوثيون على المنطقة وعلى أيضا جميع الأفراد هناك، وفي ظل هذه الاشتباكات أيضا التي اندلعت تحديدا بين الحزام والحماية، كيف باعتقادك ستصمد جبهة قعطبة؟ الجبهة في مريس وفي قعطبة أيضا وفي الضالع بشكل عام ستصمد حتى تندحر الميليشيا، هذا ما نؤكده لكم وللشعب اليمني. لن يستطيع الحوثي أن يحقق غرضه، لن يصل إلى هدفه الذي يطمح فيه وهو السيطرة على باب المندب والسيطرة على الجزيرة العربية. نقول هذا تحذيرا للميليشيا التي تزج بالأطفال الصغار وأيضا تسعى لتنفيذ مخططها بواسطة من تستغلهم من الصغار الذين يقتلون على أسوار مريس وأسوار قعطبة وأسوار حجر في الضالع. نقول أيضا للتحالف أن مريس صامدة وصمودها يحتاج إلى مزيد من دعمكم ومزيد من تعاونكم. كذلك الشرعية، نقول للشرعية بشكل خاص
الشرعية اليوم إذا لم تهتم بجبهة مريس وتهتم بجبهة الضالع فإنها ستخسر الشيء الكثير، ستخسر ربما الوطن بأكمله. نعم، يعني اسمح لي قبل أن أختم معك مقدم نصر، يعني في ظل هذه الروح المعنوية العالية التي قدمتها أيضا ومن خلال ما نلمسه أيضا في الجيش الوطني من خلال هذه المواجهات، باعتقادك في الأيام القليلة المقبلة أو في الساعات ربما المقبلة ماذا ستشهد قعطبة في القريب العاجل؟ ماذا تتوقع توقعاتك؟ ستشهد مزيد من المعارك. الميليشيا لا تحسب أي حساب للدماء التي تزهق وللأرواح التي تقتل. الميليشيا كأنها تجمع مقاتليها من مرتزقة من خارج البلاد من دماء ليست دماء يمنية، لا يحافظون على الدماء، لذلك نقول أن المعارك ربما تزداد ضررة لكن خسائر الحوثي هي الأكثر وهي الأفضى على مستوى الجمهورية وستسبب عائقا، وهذا ما نأمله بإذن الله أن الميليشيا في معركتها في الضالع ستخسر كل المعارك على مستوى الجمهورية بسبب استنزافها في هذه المنطقة. نعم، المقدم نصر الرازقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، وأيضا كل الشكر للواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع، كنت معنا في هذا المحور والذي تحدثنا به عن التطورات العسكرية في الضالع. أيضا محور جديد سنتناوله بحلقة هذا اليوم مشاهدينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في محورنا الثاني من نصف ساعة السياسة. قالت منظمة سام إن تحقيقاتها الميدانية توصلت إلى أن الحوثيين هم المتسببين بمقتل 14 طالبة في مدرسة الراعي بسعوان بالعاصمة صنعاء. أيضا قالت المنظمة في تقرير لها إن الحادث كان نتيجة لانفجار ورشة يعتقد أنها تحوي مخازن مواد شديدة الانفجار وتستخدم في صناعة أسلحة للحوثيين. بحسب المنظمة، قال شهودا من أقارب القتلى أكدوا أن الانفجار لم يكن بغارة جوية، وكانت منظمات تابعة للأمم المتحدة قالت إن القتلى نتيجة تفجير وليس بفعل غارة جوية. في هذا المحور سينضم إلينا عبر الهاتف رئيس منظمة سام وهو توفيق الحميدي. سيد توفيق، أهلا ومرحبا بك في نصف ساعة سياسة. مرحبا بك وجميع ضيوفك الكرام، وشهر مبارك عليكم وعلى جميع افراد الشعب اليمني. اهلا ومرحبا بك. يعني بدايه سابدا حول هذه التحقيقات الميدانيه التي قمتم بها، كيف توصلتم الى هذه النتائج؟ ما هي المعطيات التي كانت بين يديكم؟ تفضل. حقيقه نحن انطلقنا من تحقيقاتنا في الانفجار الذي حدث في منطقه سعوان بجوار مدرسه الراعي. نعم. من منطلق قانوني، يعني ان القانون المدني او ان القانون الدولي وخاصه اتفاقيه لاهاي واتفاقيه جنيف اعطت حمايه مؤكده للاعيان المدنيه سواء الخاصه والعامه، بحيث لا يجوز استهدافها او استخدامها في تخزين الأسلحة وأي مواد قد تضر بالمدنية. ونحن وضعنا فرضيتين اثنتين في ذهننا. الفرضية الأولى أن يكون هنالك صاروخ من قبل قوات التحالف هو الذي تسبب في مقتل 14 طالبة، وبالتالي هذه جريمة يجب أن يحاسب عليها التحالف العربي، أو أن يكون وهنالك مواد تم تخزينها أو إخفائها في مناطق مزدحمة بالسكان من قبل الحوثيين. نعم. بالتالي أيضا هذه جريمة يجب أن يحاسبوا عليها. بعد ذلك بدأ الفريق وبدأنا بالتواصل سواء في الميدان حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. كان هنالك شواهد ذكرها في التقرير متعلقة بما سبق الانفجار. كان هنالك أطقم عسكرية، كان هنالك منطقة محظورة، كان هنالك تحركات مريبة داخل هذه الورشة لا يعلم بها سكان الحارة تتبع من ولمن ولماذا تأتي الأطقم العسكرية وماذا تحمل إلى غير ذلك. ثم توسعنا في التحقيق من خلال الناس ماذا شاهدون،
ثم الجيران حتى توصلنا إلى قرب الورشة وشاهدوا مكان الانفجار، لم يكن يوحي بأن هنالك صاروخ على غرار الضربات الأخرى، وبالتالي كان هنالك شهود عيان ذكرهم التقرير بكل وضوح أن هنالك أن هذه نعم. الورشة التي تبعد عن المدرسة 450 متر هي التي نعم، يعني ربما ساهم معكم، اسمح لي سيد توفيق، في هذه التحقيقات وهذه النتائج شهود عيان أو بعض من تواجد في هذا الحي تحديدا، دعنا نقول. نعم، شهود عيان كانوا قريبين، وبعضهم ممن كانوا متواجدين في هذا الحي تحديدا حكوا وتحدثوا بالضبط عما حدث. اليوم صدرت تقارير جديدة من هيومن رايتس ومواطنة قالت لتؤكد النتيجة التي توصلت. نعم، يعني هناك كان تأكيد ودعم دولي، دعنا نقول، من نتائج هذه التحقيقات تؤكد بأن ما حدث أو هذه التحقيقات صحيحة تماما. بالفعل، وهذه هي تطرح اليوم أمام المجتمع الدولي تحدي حقيقي، وهو الضغط على جماعة الحوثي بعدم استخدام المناطق المزدحمة بالسكان والآهلة بالسكان، بعدم استخدامها لإخفاء الأسلحة واستخدامها مخازن لمواد يمكن أن تصنع في مواد متفجرة، أو حتى استخدام بعضها كمصانع صغيرة إلى غير ذلك، من انسجاما مع القانون الدولي الذي يحرم كل هذه الأفعال من أجل حماية السكان، خاصة المناطق القريبة من المدارس والمنشآت العامة كالمستشفيات وغيرها. نعم، طب اسمح لي سيد توفيق، ما الذي يمكن أن يترتب على هذا التحقيق؟ ماذا بعد هذا التحقيق؟ من المفترض أن بعد هذا التحقيق أن تبدأ لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، خاصة لجنة الخبراء واللجان التابعة لمجلس الأمن، بفتح هذا الملف بجدية. يجب أن تتوسع في التحقيق، يجب أن تستمع بصورة أكبر لكي تدين لتصل إلى نتيجة وتدين الأشخاص والجماعة التي تسببت في هذا الحادث، لأن مثل هذه اللجان وهذه التحقيقات تضعنا أو بمثابة مقدمة حقيقية لأي مساءلة جنائية لاحقة فيما بعد. اليوم التقارير الأممية سواء أو الدولية، التقارير الحقوقية سواء صادرة من سام أو من غيرها، تضع الكرة في ملعب الأمم المتحدة ولجان التحقيق فيها من أجل استكمال مسيرة التحقيق، لأننا بلا شك نؤكد أنهم يمتلكون إمكانيات فنية عالية للتأكد بصورة أكبر من أجل المساءلة الجنائية والإشارة بوضوح بأصابع الاتهام إلى الحوثيين أو الذين تسببوا في هذه الجريمة. نعم، يعني اسمح لي سيد توفيق، لكن هناك كانت منظمات تابعة للأمم المتحدة قالت أن القتل نتيجة تفجير وليس بغارة جوية، كيف يمكن الضغط على الأمم المتحدة والمنظمات العالمية للتحقيق في هذه الحادثة وأيضا الحوادث المشابهة لذلك؟ اليوم في لجان مختصة بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في اليمن، من ضمنها تقرير لجنة الخبراء البارزين، وهي اليوم ما تقوم بهذا التحقيق، وإضافة إلى المفوضية، نحن لدينا تواصل، أوصلنا تقاريرنا ومعلوماتنا إليهم، المفروض الحكومة الشرعية جميع النشطاء يوصلون المعلومات والحقائق والمعطيات إلى هذه اللجان من أجل أن يضعوها أمام الأمر الواقع. كثير من الوقائع السابقة تم التحقيق فيها وصدرت تقارير عامة مثل التقرير الذي صدر في أغسطس من العام الماضي. ربما نحن لا ننتظر بيان واضح من الأمين العام أو من جريفيث أو من المنظمة العاملة على اليمن، لكن هنا هذه المنظمات التي تقوم بالتحقيق بإمكانها أن تنظر في المعطيات وتعمق وتوسع التحقيق حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة. نعم، يعني سيد توفيق بالتأكيد، يعني أنتم كمنظمة تتابعون هذه التحقيقات وقمتم بها وتوصلتم إلى هذه النتائج التي أكدت بأن ما حدث هو ليس بفعل غارة جوية كما قالت الأمم المتحدة، لكن يعني ماذا تتوقعون أن تكون ردة الفعل بعد ذلك؟ يعني نحن نطالب بتحقيقات من الأمم المتحدة لكشف هذه الملابسات، نطالب بالعديد من القضايا ربما لكشف كل المستور، لكن أنتم كمنظمة ماذا باعتقادكم فعلا سيحدث؟
نحن حقيقة نتمنى أن نسمع تحرك دولي يوازي التحرك الذي حدث عند استهداف باص صعد من قبل التحالف، لأنه في النهاية الأطفال في اليمن وبالذات أطفال المدارس أصبحوا وقود لهذه الحرب، وأصبحوا أكثر الأطراف اليمنية تضررا سواء على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي على حد سواء. اليوم مع هذه التقارير نحن نضغط في هذا الاتجاه، ونتمنى أن يكون هنالك تحرك قاد يوازي ذلك التحرك، إدارات دولية وأممية وحكومية وعلى مستوى عالي، لأنه لا يمكن اليوم أن نتحدث عن سقوط أطفال أو 15 طفل دون أن نسمع إلى حد الآن إدانة. ربما كان في المرحلة السابقة نتحدث عن اشتباه، وأن جماعة الحوثي اتهمت التحالف والتحالف رغم إنكاره، لكن اليوم بدأت التحقيقات من المنظمات تؤكد على أنه انفجار تتحمل جماعة الحوثي مسؤوليته. اليوم يأتي الدور على المجتمع الدولي، ما لم هذا المجتمع الدولي سيفقد مصداقيته أمام في أعين اليمنيين بشكل خاص وفي عين العالم بشكل عام. نعم، قبل أن أختم معك اسمح لي سيد توفيق، لكن يعني كما أكدتم بالتحقيقات بأن الحوثي هم من قتلوا 14 طالبة بمدرسة الراعي، وهم من قاموا بهذا التفجير تحديدا، لكن من خلال التحقيقات ألم يتبين لديكم أن هناك أي جهة أخرى داعمة للحوثيين في هذه العملية أم ماذا؟ لا، هو من الصعب اليوم انه نتحدث بشكل قاطع عن وجود جماعات او جهات داعمه او حتى اسلحه تم تصديرها وتهريبها من دوله اخرى. نحن وصلنا الى النتيجه الاوليه، نضع هذه النتائج في على طاوله لجان التحقيق الامميه. هذه اللجان من المفترض ان تضغط، وهي لجان تمتلك من الامكانيات الفنيه واللوجستية القادرة على تحليل المواد، تحليل الأتربة، بالنهاية بالوصول الشظايا إلى غير ذلك، لأنه في النهاية المنظمات الحقوقية ربما لا تمتلك كل هذه الإمكانيات الكبيرة، لكن هي من خلال الشهادات، من خلال الوقائع، من خلال القرائن أكدت وقوع انفجار. لكن مصدر هذا الانفجار، نوع هذا الانفجار، هل هو صناعة محلية، هل هو صناعة خارجية، هل ينتمي إلى دولة معينة إلى غير ذلك، هذا أعتقد يحتاج إلى لجان فنية وتقنية عالية. نعم، يعني إذا لم يتبين هذه الأمور الفنية لديكم في التحقيقات، تحتاج إلى لجان موسعة وشاملة في هذا الجانب تحديدا. كل الشكر لك سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، كنت معنا عبر الهاتف في هذا المحور. وأيضا مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من نصف ساعة سياسة. قبل أن نختم معكم، تحدثنا بمحورين مهمين في حلقة هذا اليوم، ألا وهما الاشتباكات وأيضا التطورات العسكرية في الضالع، وبالإضافة تحدثنا أيضا عن التحقيقات التي وصلت إليها منظمة سام حول قيام الحوثيين بقتل 14 طالبة بمدرسة الراعي بصنعاء. تفاصيل عديدة تحدثنا بها في هؤلاء في المحورين تحديدا، نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض جميع التفاصيل ووقفنا على كل ما يتعلق بهذه القضايا المهمة التي تشغل الشارع اليمني. كل الشكر لكم متابعينا الكرام، ونلقاكم يوم غد بحلقة جديدة في أمان الله.